صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا عبر شاشة الام تي في. حنوعدكم مع فقرة بيتس، واليوم بفترة الأعياد كتار منا يمكن بحبوا إنه يجيبوا كلب أو بسينة على بيتهم. هالمسؤولية الكبيرة يلي بتاخد أكتر من ما نحن منفكر من وقتنا، رح نحكي أكتر عن هالموضوع مع كيم فرانسيس ولورا أيوب. ضيوفي، أهلا وسهلا فيكم. هاي جيسي، كيفك؟ جود. وأنتو اليوم أنتو صبيتين قررتوا تقوموا ببيرسونال انيشيتيف وصار عندكم جروب اسمه The Strays. هالجروب يلي هو منه لحديت هلأ جمعية رسمية، ولكن عم بتقوموا بأداء يمكن شوي أكتر من الجمعيات عشوي، وعم بتساعدوا كتير من الحيوانات اللي هن بحاجة. أغلبهم بيكونوا ريسكيوز عن طرقات، إن كان حالتهم الصحية بتكون مش منيحة أو يمكن متروكين أو ضايعين. خبروني بداية كيف وصلتوا لهون، وليش معقول واحد يقرر إنه يعطي من وقته من دون ما حدا يطلب منه ليساعد حيوان محتاج؟ هلا يقرر يعطي من وقته، انا لانهم حرزانين، يعني they are worth it، هالكلاب هالحيوانات بالنهايه منهم معمولين تيكونوا على الطريق. كلاب were bred by man تيكونوا الكومبانيونز تبعنا، يعني at the end. So هيدا الشيء كثير حرزان، وال الريورد اللي بيجي من هالشيء، اللوف والافكشن that a dog gives back is worth everything. يعني بعتقد كيم خبريهم شوي كيف فتنا بهالشيء. نحن بلشنا as a personal initiative، نلاقي كلب نلاقيه على الطريق، اول شيء ناخذه على البيت، نعطيه مي اكل، نعمله فاكسان، ونجرب انه لا نقول هذا الكلب لازم نلاقي له بيت. وشوي شوي كبرنا، وهلا عم we're trying to build a foster network، لانه ما عندنا شيلتر. في كثير جمعيات عندهم شيلتر، نحن عم نجرب دغري من الطريق نحطه ببيت يستقبلوه عالم لفتره جمعه جمعتين شهر تا كنا لقينا له بيت. نحن اليوم في معنا شوية صور عن الكيسز اللي أنتم بتعملوهم، وكمان في فيديو of one of the rescues اللي مثل ما هلا ذكرتي بتعملوهم. خلي المشاهدين شوي يعرفوا exactly عن شو عم نحكي ومنتابع. اليوم شفنا a case of an abandoned dog صار اليوم عم بيهتموا فيه. هالنتورك اللي انتم عم تخلقوها يعني اليوم منه سهل. انا اذا لقيت حيوان على الطريق وصايره فيه كثير مرات، ولاني بحب الحيوانات بلا ما افكر بوقف وبساعد هالحيوان، بس منه سهل بعدين على الستيب الثاني. كيف عم تقدروا، يعني ما عندكم شلتر ويعني ما في مأوى للحيوانات، كيف عم تقدروا تخلقوا هالنتورك اوف فوسترينج وعم تلاقوا بيوت يستقبلوا هالحيوانات لفتره مؤقته من بعدين لتلاقوا لهم بيوت يعيشوا فيها؟ صراحة أنا عم أتعذب. هوبفلي هلا بعدنا مبلشين، إنه أتليست اخترعنا اسم وبعد ما سجلنا الجروب، بس هوبفلي next year هلا after the new year الأعياد. So يعني عم نجرب مع الوقت هوبفلي مع exposure to raise our network، لأنه there's في كتير قصص العالم فيهم يعملون بيساعدونا. مثلا انه مثل فوسترينج، في عالم مثلا منهم جاهزين تو ادوبت ا دوغ اون ذا لونج ران، بس بحبوا كثير الحيوانات او ما بيعرفوا اذا مسافرين او رح يضلوا عايشين بلبنان. سو فيهم يساعدونا لفتره جمعه جمعتين او ايام. في عندنا ون اوف اور فوستر هاوس فيهم يتركوا لنا كلب ايام على فتره شهر. هذا الشيء بيعطينا وقت نلاقي بيت لهالكلب. هلا كمان في صعوبه هون، انه كثير صعب نلاقي كلب بيت لكلب بلبنان، لانه بلبنان بعضهم بهالعقليه انه بيور بريدز، يعني انه
إيه أنه عندهم بدهم كلب أصلي، يعني ما كتير منحب الحيوانات اللي بركة ميكس، أو حتى بيحبوا مثلاً يكونوا بابيز عمرهم شهرين ثلاثة بس، أنه هول البابيز هني اللي بيعذبوا أكتر شيء. يعني واحد أنا لو بدي إجا أتبنى كلب تاني بيجا بياخدوا عمره 6 أشهر أو سنة، ما قطع بهذه الفترة اللي بيعذب كتير ومنه باتي ترين وبيعد على على الفرنتشر او شيء. كانت لورا عم بتقول انه اليوم كان عم بيكون في صعوبه انكم تلاقوا بيوت لهم بلبنان، بالصور يلي شفناهم كانوا تقريبا اغلبيتهم لبرا، كيف عم تقدروا تتواصلوا مع عالم برا ويتبنوا هالحيوانات؟ هيدي صارت شوية نتوركينج وبي ار مع ان جي اوز برا، فسرنا لهم الكيس تبع لبنان وشافوا قد ايه في كرايسيس ستري دوجز، وهونيك بيشوفوا بالعكس انه الميكس بريد هو سبيشال ويونيك وما في منه اثنين او ثلاثه، ف وبيشوفوا الكيس قد ايه معذب قد ايه هيك، سو بحن قلبهم يمكن وصار بدهم يساعدونا وهيك صار عندكم يمكن النتورك لبرا. وهو كمان الميكست بريد ان جنرال بيكونوا ماتش هيلثير دوجز ذان بيور بريدز، لانه ما بيكونوا بريد بين براذرز وسيسترز، وما بيكونوا البيور بريدز بيقشطون من اماتهم كثير بكير تيقدروا يبيعون على فتره شهرين، سو ثلاث ارباعهم بيعملوا انكزايتي ايشوز وهيك، سو العالم فهمان انه الميكست بريدز ماتش هيلثير ذان بيور بريدز، بس بعدنا بلبنان عم نجرب انه عم نواجه شويه مشاكل بهالموضوع، بس هوبفلي مع الوقت 100%. نحن عم نشوف هالكلاب يلي انتم عم تذكرون يلي هن ميكس بريدز، مثل ما عم نشوف هالكيسز هلا هولي على المطار، يعني عم بتسافرون لبرا في اكسبنسز كثيره. كنت عم تقولي انه يمكن اليوم انتم بعد ما صرتوا جمعيه او ما كثير صرتوا افانسي من ناحيه كاورجانيزيشن، ولكن وجودكم على السوشيال ميديا كثير واضح وموجود وفي كثير عالم عم بتساعدكم. اليوم الاشخاص اللي عم بيتابعونا شافوا الكيسز اللي عم بتخلصون او الصور او الفيديو وعبالهم انه يساعدوكم ويدعموكم لتقدروا تساعدوا بركي اكثر ويصير شغلكم اسهل، لان بعرف منه سهل. كيف ممكن الاشخاص يساعدوا ذا ستريز اليوم تتقدروا، خاصة كمان بهالفترة يمكن عندكم كلاب، في أشخاص بدهم يشتروا كلاب لأولادهم فيهم يتبنوا من عندكم، كيف ممكن الأشخاص يساعدوكم؟ هلا أول شيء تو أدوبت أكيد، وبهم يعني أول ما بدهم they want to adopt في أبليكيشن على السوشيال ميديا تبعنا إن كان على إنستغرام أو على فيسبوك، من بعد نحن مندق لهم we let them meet the dog. It's a very big process لأنه it's a responsibility. نعم. They can foster مثل ما كنا عم نحكي انه يخلونه موقت عندهم، هذا الشيء اهم شيء بعتقد، لانه نحن اول ما بنشيل كلب من الطريق it's the first thing we look for. نعم. تاني شغله بعدين they can donate اكيد، تكنا اخذناه عند الفيت، في كثير expenses وكمان في travel expenses. إذا حدا رايح على نيويورك أو تورونتو أكيد يتواصلوا معكم، لأن على طول أنا بشوف على السوشيال ميديا بتحطوا إنه إذا حدا مسافر مزبوط. يعني هو بس في كومبانيون ما بيدفع شيء، بس بده يقطع الكلب معه كأنه على باسبوره. اكزاكتلي ما عن جد بالنسبة لهالموضوع، لأنه عم نواجه كمان مشكلة فيها وعم نتفاجأ، لأنه ما عنده شيء يعمله، يعني الترافل بارتنر بس عليه يسجل تيكت الكلب على الباسبور. اكزاكتلي exactly. يعني ما عنده فيزيكلي شيء يعمله، نحن بنوصله الكلب وهونيك الان جي او بيستلموه. لورا ايوب وكيم فرانسيس يعطيكم الف عافيه، على امل يكون في اشخاص اليوم كمان هيك they got inspired منكم ويصيروا كمان يمكن يعملوا مثلكم او يساعدوكم. بعرف منا مسؤوليه قليله، مسؤوليه كثير كبيره انه واحد يقرر يعمل اللي عم تعملوا. يعطيكم الف عافيه، وعلى امل انه كمان نشوفكم بحلقات جديده ويكون في عنا هابي كيسز مثل اللي اليوم فرجيتونا اياهم. يعطيكم الف عافيه. ثانك يو جيسي، يور موست ويلكم. ثانك يو سو ماتش، يور موست ويلكم. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا ببيتس لليوم، مثل ما قلت بالبدايه اليوم بفتره الأعياد مش ضروري نشتري الكلب، فينا نتبناه من The Strays أو من جمعيات تانيين. المهم أنه نفكر في مسؤولية كتير كبيرة، وهالمسؤولية مش على فترة زمنية قصيرة ولكن على فترة زمنية كتير طويلة فيها توصل للعشرة أو 15 سنة. بدنا نتشكر متابعتكم لنا، رح ناخد وقفة كتير سريعة ومن بعدها متابعين MTV Alive.